أهلا بكم مشاهدي الأعزاء. في هذا الفيديو سأقرأ جزءا من كتاب النبي لجبران خليل جبران. في المرة الأولى سأقرأه بالعربية، بعد ذلك أقرأه باللغة الإنجليزية. النبي: وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته يترقب عودة سفينته في مدينة أورفاليس 12 سنة ليركبها عائدا إلى الجزيرة التي ولد فيها. وفي السنة 12 في اليوم 7 من أيلول شهر الحصاد صعد إلى قنة إحدى التلال القائمة وراء جدران المدينة، وألقى نظرة عميقة إلى البحر فرأى سفينته تمخر عباب البحر مغمورة بالضباب، فاختلج قلبه في أعماقه وطارت روحه فوق البحر فرحا، فأغمض عينيه ثم صلى في سكون نفسه، غير أنه ما هبط عن التلة حتى فاجأته كآبة صماء، فقال في قلبه: كيف أنصرف من هذه المدينة بسلام وأسير في البحر من غير كآبة؟ كلا، إنني لن أبرح هذه الأرض حتى تسيل الدماء من جراح روحي، فقد كانت أيام كآبة طويلة ضمن جدرانها، وأطول منها كانت ليالي وحدتي وانفرادي، ومن ذا يستطيع أن ينفصل عن كآبته ووحدته من غير أن يتألم في قلبه؟ كثيرة هي أجزاء روحي التي فرقتها في هذه الشوارع، وكثير هم أبناء حنيني الذين يمشون عراة بين التلال، فكيف أفارقهم من غير أن أثقل كاهلي وأضغط روحي؟ فليس ما أفارقه بالثوب الذي أنزعه عني اليوم ثم أرتديه غدا، بل هو بشرة أمزقها بيدي. كلا، وليس فكرا أخلفه ورائي، بل هو قلب جملته مجاعتي وجعله عطشي رقيقا خفوقا، بيد أنني لا أستطيع أن أبطئ في سفري، فإن البحر الذي يدعو كل الأشياء إليه يستدعيني، فيجب علي أن أركب سفينتي وأسير في الحال إلى قلبه. ولو أقمت الليلة هاهنا، فإنني مع أن ساعات الليل ملتهبة أجمد وأتبلور وأتقيد بقيود الأرض الثقيلة، وإنني أود لو يتاح لي أن يصحبني جميع الذين هاهنا، ولكن أن يكون لي ذلك؟ فإن الصوت لا يستطيع أن يحمل اللسان والشفتين اللواتي تسلحن بجناحيه، ولذلك فهو وحده يخترق حجب الفضاء. أجل، والنسر يا صاح لا يحمل عشه، بل يطير وحده محلقا في عنان السماء. وعندما بلغ المصطفى صفح التلة التفت ثانية إلى البحر، فرأى سفينته تدنو من المرفأ وأبناء بلاده يروحون ويجيئون على مقدمتها، فهتف لهم من صميم فؤاده وقال: يا أبناء أمتي الأولى، أيها الراكبون متون الأمواج المذللون مدها وجزرها، كم من مرة أبحرتم في أحلامي، وها قد أتيتم ورأيتكم في يقظتي التي هي أعمق أحلامي. إنني على أتم الأهبة للإبحار، وفي أعماقي شوق عظيم يترقب هبوب الرياح على القلوع بفارغ الصبر، ولكنني أود أن أتنفس مرة واحدة في هذا الجو الهادئ، وأن أبعث بنظرة عطف واحدة إلى الوراء، وحينئذ أقف معكم ملاحا بين الملاحين. أما أنت أيها البحر العظيم، أيها الأم الهاجعة، أنت أيها البحر العظيم الذي فيك وحدك يجد النهر والجدول سلامهما وحريتهما، فاعلم أن هذا الجدول لن يدور إلا دورة واحدة بعد،
ولن يسمع أحد خريره على هذا المعبر بعد اليوم، وحينئذ آتي إليك نقطة طليقة إلى أوقيانوس طليق. وفيما هو ماشٍ رأى عن بعد رجالا ونساء يتركون حقولهم وكرومهم ويهرولون إلى أبواب المدينة، وسمعهم يصرخون بعضهم ببعض من حقل إلى حقل مرددين اسمه، وكل منهم يحدث رفيقه بقدوم سفينته. فقال في نفسه: أيكون يوم الفراق يوم الاجتماع؟ أم يجري على الأفواه أن مسائي كان فجرا لي؟ وماذا يجدر بي أن أقدم للفلاح الذي ترك سكته في نصف تلمه، وللكرام الذي أوقف دولاب معصرته؟ أيتحول قلبي إلى شجرة كثيرة الأثمار فأقطف منها وأعطيهم؟ أم تفيض رغباتي كالينبوع فأملأ كؤوسهم؟ هل أنا قيثارة فتلامسني يد القدير؟ أم أنا مزمار فتمر بي أنفاسه؟ أجل، إنني هائم أنشد السكينة، ولكن ما هو الكنز الذي وجدته في السكينة لكي أوزعه بطمأنينة؟ وإن كان هذا اليوم يوم حصادي، ففي أي حقول بذرت بذاري، وفي أي فصل من الفصول المجهولة كان ذلك؟ وإن كانت هذه هي الساعة التي يجدر بي أن أرفع فيها مصباحي واضعا إياه على منارتي، فإن النور الذي يتصاعد منه ليس مني، لأنني سأرفع مصباحي فارغا مظلما، ولكن حارس الليل سيملأه زيتا وسينيره أيضا. قال هذا معبرا عنه بالألفاظ، ولكن كثيرا مثل هذا حفظه في قلبه من غير أن يعلنه، لأنه هو نفسه لم يقدر أن يوضح سره العميق. وعندما دخل المدينة استقبله الشعب بأسره، وكانوا يهتفون له مرحبين به بصوت واحد. فوقفه شيوخ المدينة وقالوا له: بربك لا تفارقنا هكذا سريعا، فقد كنت ظاهرة في شفقنا، وقد أوحى شبابك الأحلام في نفوسنا، وأنت لست بالغريب بيننا، كلا، ولا أنت بالضيف، بل أنت ولدنا وقسيم أرواحنا الحبيب، فلا تجعل عيوننا تشتاق إلى رؤية وجهك. ثم قال له الكهان والكاهنات: لا تأذن لأمواج البحر أن تفصل بيننا، فتجعل الأعوام التي قضيتها بيننا نسيا منسيا، فقد كنت فينا روحا محيية، وكان خيالك نورا يشرق على وجوهنا. قد تعشقتك قلوبنا وعلقتك أرواحنا، ولكن محبتنا تقنعت بحجب الصمت فلم نستطع أن نعبر عنها، بيد أنها تصرخ إليك الآن بأعلى صوتها وتمزق حجبها بيديها لكي تظهر لك حقيقتها. فإن المحبة منذ البدء لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق. ثم جاء إليه الكثيرون متوسلين متضرعين، فلم يرد على أحد جوابا، ولكنه كان يحني رأسه، وكان الواقفون حوله ينظرون عبراته تتساقط بغزارة على وجنتيه وصدره. وظل يمشي مع الشعب حتى وصلوا إلى الساحة الكبرى أمام الهيكل. المصطفى, the chosen and the beloved, who was a dawn unto his own day, had waited 12 years in the city of Orphalese for his ship that was to return and bear him back to the isle of his birth. And in the 12th year, on the 7th day of Elul, the month of reaping, he climbed the hill without the city walls and looked seaward
and he beheld his ship coming with the mist. Then the gates of his heart were flung open, and his joy flew far over the sea, and he closed his eyes and prayed in the silences of his soul. But as he descended the hill, a sadness came upon him, and he thought in his heart, "How shall I go in peace and without sorrow? Nay, not without a wound in the spirit shall I leave this city. Long were the days of pain I have spent within its walls, and long were the nights of aloneness. And who can depart from his pain and his aloneness without regret? Too many fragments of the spirit have I scattered in these streets, and too many are the children of my longing that walk naked among these hills, and I cannot withdraw from them without a burden and an ache. It is not a garment I cast off this day, but a skin that I tear with my own hands. Nor is it a thought I leave behind me, but a heart made sweet with hunger and with thirst. Yet I cannot tarry longer. The sea that calls all things unto her calls me, and I must embark. For to stay, though the hours burn in the night, is to freeze and crystallize and be bound in a mold. Fain would I take with me all that is here, but how shall I? A voice cannot carry the tongue and the lips that gave it wings. Alone must it seek the ether, and alone and without his nest shall the eagle fly across the sun. Now when he reached the foot of the hill, he turned again toward the sea, and he saw his ship approaching the harbor, and upon her prow the mariners, the men of his own land. And his soul cried out to them, and he said, "Sons of my ancient mother, you riders of the tides, how often have you sailed in my dreams, and now you come in my awakening, which is my deeper dream. Ready am I to go, and my eagerness with sails full set awaits the wind. Only another breath will I breathe in this still air, only another loving look cast backward, and then I shall stand among you, a seafarer among seafarers. And you, vast sea, sleepless mother, who alone are peace and freedom to the river and the stream, only another winding will this stream make, only another murmur in this glade. And then shall I come to you, a boundless drop to a boundless ocean." And as he walked, he saw from afar men and women leaving their fields and their vineyards and hastening towards the city gates. And he heard their voices calling his name and shouting from field to field, telling one another of the coming of his ship. And he said to himself, "Shall the day of parting be the day of gathering? And shall it be said that my eve was in truth my dawn? And what shall I give unto him who has left his plough in the mid-furrow, or to him who has stopped the wheel of his winepress? Shall my heart become a tree, heavy laden with fruit, that I may gather and give unto them? And shall my desires flow like a fountain, that I may fill their cups? Am I a harp, that the hand of the mighty may touch me, or a flute, that his breath may pass through me? A seeker of silences am I, and what treasure have I found in silences,
that I may dispense with confidence. If this is my day of harvest, in what fields have I sowed the seed, and in what unremembered seasons? If this indeed be the hour in which I lift up my lantern, it's not my flame that shall burn therein. Empty and dark shall I raise my lantern, and the guardian of the night shall fill it with oil, and he shall light it also. These things he said in words, but much in his heart remained unsaid, for he himself could not speak his deeper secret. And when he entered into the city, all the people came to meet him, and they were crying out to him as with one voice. And the elders of the city stood forth and said, Go not yet away from us. At noontide have you been in our twilight, and your youth has given us dreams to dream. No stranger are you among us, nor a guest, but our son and our dearly beloved. Suffer not yet our eyes to hunger for your face. And the priests and the priestesses said unto him, Let not the waves of the sea separate us now, and the years you've spent in our midst become a memory. You've walked among us a spirit, and your shadow has been a light upon our faces. Much have we loved you, but speechless was our love, and with veils has it been veiled. Yet now it cries aloud unto you, and would stand revealed before you. And ever has it been that love knows not its own death until the hour of separation. And others came also and entreated him, but he answered them not. He only bent his head, and those who stood near saw his tears falling upon his breast. And he and the people proceeded towards the great square before the temple.